أرير بلان. طبعا حاتم البارح عرفت مدينة جرجيس إضراب عام على خلفية ما شهدته المدينة الأيام الأخيرة من احتقام بفعل أنا نقول مش موضوع الحرقة ولكن طريقة إدارة الأزمة يعني في نهاية الأمر، لأن زوج مسائل أنا نحسهم ما همش هما نفسهم، يعني تقريبا الموضوع أثير واشتدت الحدة متاع الموضوع بعد وفاة وغرق يعني حوالي 18 شخص، والطريقة اللي تم بها عملية الدفن بالنسبة لبعض الضحايا وعدم علم الأولياء بأبنائهم وضحاياهم في دفنهم في مقبرة أخرى مخصصة يعني وتسمى بين ظفرين للغرباء، يعني هذه المقبرة، وبالتالي حسوا المواطنين معناها نوع من الغبن في تعامل مع المتوفين وفي التعامل مع أسرهم باعتبار أنهم ما عرفوش الحقيقة في نهاية الأمر. هذا موضوع، موضوع الحرقة أنا نقول الذي يخلف على الدوام حرقة، لأنه في نهاية الأمر الحرقة تقريبا حوالي 50 أو 30% من الناس ما يوصلوش وفي النهاية يتوفوا، والعدد كبير كان تاخوه تقريبا على أكثر من 20 سنة، لأنه موضوع الحرقة هذا ما بداش كان بعد 2011 الحقيقة، يعني من قبل 2011، وتعرف بلادنا أحد المسارات متاع الهجرة الغير نظامية خاصة بعد تشديد إجراءات التأشيرة من قبل دول الاتحاد الأوروبي في علاقة بالهجرة النظامية، وانتهت كثير من الناس إلى اتخاذ سبيل البحر آلية للمغامرة اللي هي محفوفة بالمخاطر. على الدوام نقول البحر داخله مفقود والخارج منه مولود، فما بالك إذا كان يمشي في قوارب الموت. وعلاش نقوله هي قوارب الموت بالفعل؟ لأنها ما تحمل حتى سيكوريتي، ما هذه كلها كما قلنا قبل بريكولاج وفلايك صغيرة وفلايك ماهيش مؤمنة، والبحر بيدو طريق محفوف بالمخاطر نفسه، وطريقة مراقبة معناها الـ الـ الأحوال الجوية هي بدورها يعني فيها عملية من اللهفة من قبل العصابات اللي تنظم موضوع الحرقة. المسؤولية أنا أقول على الدوام تبقى مشتركة بين الجميع، الدولة سياساتها في علاقة بموضوع الهجرة الغير نظامية في علاقة بدول شمال المتوسط يعني أوروبا، الموضوع الثاني في علاقة بالتشغيل وبأفاق العمل في البلاد، الموضوع الآخر أن هناك مسؤوليات مجتمعية والأسر هي بدورها مسؤولة بطريقة أو بأخرى في التعامل مع وضعية أبنائها اللي هما في العادة معطلين على العمل أو فاقدين للأمل. صحيح هذا واقع، ولكن نحن كيفاش نتصرف مع هذه الوضعية اليوم؟ اللي نشوفه في الحرقة ثقافة تقريب سادت داخل المجتمع وقت تعمل عملية معناها جرد للناس اللي يحرقوا، مش كان المعطلين ساعات ناس يشتغلوا في خدم، مش كان الناس اللي هما في سن العمل تلقى أولاد صغار وشباب، ساعات عائلات بتمي طميمها، ساعات أمهات برضع، أدت إلى إنتاج ما نسميه أنا ثقافة للحرق. خاطر ساعات واحد يقولك يحرق ولد صغير مش عنده ما يعمل، هيك راح أحرقت ولد صغير، باي واحد كبير ولا عنده حرفة ولا عنده صنعة ولا حتى ما عنده صنعة كبير باش يغامر باش يواجه المصاعب اللي موجودة هناك، باش يدبر راسه كما نقولوا احنا بالتونسي، باش يخدم العمل اليومي مرة في الفلاحة مرة في مرمى مرة في الحمال مرة غيره، ولكن قادر يجابها. ولكن وقت يمشي ولد عمره 12 سنة و 13 سنة و 14 سنة هذا أدى إلى وجود ثقافة، لأنه كثير من الناس يقولك كيمشي صغير غادي يستقبلوه ويحطوه في مراكز التكوين وبإمكانه، وبدأت تنتشر هذه الثقافة أنه الحل والسبيل الأوحد لإنقاذ هؤلاء هما عبر الحرقة. بينما بدينا نبعد عن ثقافة أنه إمكانية تجد الحل هنا، حتى لو كان أنت ضحية الدولة والمجتمع بإمكانك أنك تتمسك هنا وتطالب بحقك هنا، هذاك حقك الطبيعي والتاريخي أنك صاحب شهادة وصاحب حرفة أو صاحب مهنة وتطالبها. إذا أنت ما عندكش هذه الحرفة والمهنة تطالب بحقك في التكوين. علاش قلنا ولينا نشوفوا بعض الأولاد الصغار المنقطعين عن الدراسة يفكروا في الحرقة أو حرقوا، هذا يفتح الباب حول الحلول معناها
على المستوى المكرو لهذا النوع من الأجيال اللي قاعد ينشأ من سنة إلى أخرى. رأوا المعطيات العلمية تقول في حدود 100,000 بطال يخرج من المدارس، يعني ينقطع عن التعليم الدراسي وتحول إلى بطال وما يملك حتى شهادة. هذا يدفع الدولة بالضرورة للتفكير في مسألة التكوين المهني، على الأقل يبدأ صاحب شهادة وحرفة بإمكانه أنه يشتغل هنا أو يشتغل في الخارج. المسؤولية مشتركة وهي تدخل في دائرة الجريمة، والجريمة مشاركين فيها الناس كل اللي نظم في عملية الحرقة، الدولة المتخلية عن جزء من خياراتها التنموية اللي تدرسها على المستوى اللوكال الجهوية، يعني نجم نلقاو حلول على مستوى الجهات كما قلت لك للتشغيلية، الأسر اللي توفر كذلك في الأموال خطر بعد تخلف لها حرقة، اللي أنت توفر الفلوس ولا تبيع ذهبك ولا تبيع أرضك أو ترهن روحك ساعات عند العطار ولا عند التاجر ولا عند الفلاح باش توفرك 10 و15 ألف دينار وتعطيهم، راهو هذا حل سهل نقول أنا ولكن محفوف بكثير من المخاطر. يزمك تقف على الوضعية وتقف عليها بجدية وتلقى حلول اللي هي معقولة ومقبولة، سواء كان الهجرة النظامية سواء كان تلقى حرفة وتخدم أو تحتاج وتطالب بحقك في العمل. حبيت نقول حاتم اللي راهو الصغار اللي في الثورة عمرهم 5 سنين اليوم مع بعض 12 سنة عمرهم 17 و18 و19، الشاب هذاك كبر في وضع ديجا ماهوش مستقر، يشوف في تقلبات سياسية واجتماعية معناها لمدة 12 سنة. الطفل هذاك شنو حضرنا له نحن؟ أكيد هو بالنسبة لي هو ديجا كالزريقة متاع الحذر، والأسرة حضرت له حتى تحضر الروحة زي ده هي العائلة ما تنجمش. خلينا بصرف النظر عن وضعنا في كل المجتمعات، مجتمعات مبنية على أرضيات طبقية الفقير والغني واللي صارع واللي غير، ولكن مش أجيال هي وليدة مرحلة حساسة جدا، معناها معناها نظام يمشي على روحه ونظام جديد يمشي، واللي يعرفوا شنو معناها حرية واللي يعرفوا شنو معناها انهم يدافعوا على حقوقهم، ولكن يقول لك انا اليوم 18-19 سنة مش معناها راني قاعدة نشرع وإلا للحرقة طبعا ليه، ولكن يقول لك انا مستقبلي في بلادي شنو، ما فما حتى شيء، الكلام اللي اليوم باش يتنفذ ما يتنفذش، فما معناها ارتباك، ما فماش قرارات للبلاد، مش ترمي روحك في البحر، ولكن زاده هو انا نشوفه جيل معناها كيما ضحيه فوالا. 30 ثانيه لطفي بن ساسي. لا نشوفوا المشكل من زاويه اخرى، فما ام على حاجه دولت برشا على الفيسبوك، ام عملت نداء، اش قالت؟ قالت لك الناس اللي يخدموا برا ويجيبوا الكراهب يدهم يتواضعوا شويه، خاطر كي يجيب كرهبة كبيره جديده تلمع ويبدا يخرج في الفلوس ويصرف، معناها يتصوروا الناس كالثقافه من جهه، يتصوروا ليه الارجون فاسيل، الارجون فاسيل وجاي من جنة يلزم الناس كلهم يتواضعوا. شوف كان يتواضعوا شويه تو نسلكوا. واضح، شكرا لكم.